هناك العديد منا من يعرف صحفية قناة الشروق فضيلة مختاري، لكن هناك مدة كبيرة لم تظهر، فانتشرت العديد من الأقاويل حول هجرتها إلى فرنسا وإشاعات حول وفاتها. ستشاهدون في هذا الفيديو كيف أصبح شكل فضيلة مختاري وأين هي الآن. إخواني في الله، أحتاج 10 ثواني فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله لنبدأ الفيديو. فضيلة مختار هي الإعلامية بقناة الشروق الجزائرية، والمتألقة مؤخرا عبر برنامج هنا الجزائر من خلال الروبورتاجات، وأيضا برنامج الشروق تحقق وبرنامج خط أحمر، خاصة من خلال حلقتي التنصير والتسول، حيث شاهدناها صحفية في ثوب فتاة تبحث عن الخلاص عبر التحول إلى المسيحية، ثم متسولة تطلب قوت يومها من المارة. فازت الإعلامية فضيلة مختار مؤخرا على جائزة نجمة الإعلام، حيث أن فضيلة مختاري لم تبدي للإعلام أي تصريح حول حياتها الشخصية، فهي إعلامية ناشطة في حقوق الإنسان ومديرة الأعمال، خريجة كلية علوم التجارة تخصص إدارة أعمال، إضافة إلى شهادة ليسانس حقوق. بداية مسيرتها الإعلامية كصحفية بجريدة الشروق في القسم السياسي، من جريدة الشروق إلى السمع البصري. كان أول عمل لها إعداد روبورتاج حول التسول والحراقة، كان من ضمن برنامج الشروق تحقق الذي لاقى نجاحا كبيرا. بعدها انتقلت إلى برنامج خط أحمر الذي أكسبها شهرة وشعبية واسعة، شقت من خلاله طريق الاحترافية في نوع مميز من البرامج الاجتماعية، إضافة إلى برنامج آخر والأخير لها الحلوة والمرة، وهي حاليا غائبة عن الساحة الإعلامية ومستقرة بفرنسا، لكن في الأيام الأخيرة سمعنا أنها ستنضم إلى برنامج جلسة ونساء في موسمه الجديد رفقة كل من سمية سماش وهناء غزار وسارة رجيل. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعنا لنستمر بتقديم المزيد إن شاء الله.